مشاهدينا معنا عبر الأقمار الصناعية من أربيل الشيخ عهد الخالدي أحد وجهاء عشائر الموصل. أهلا بك شيخ عهد. هل بالسيطرة على أغلب المدينة القديمة تم بذلك حسم المعركة وإعلان النصر، أم أن هناك مرحلة جديدة أصعب لمسك الأرض وتطهير المدينة وجب توخي الحذر فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية لقناة الفلوجة الفضائية الكرام. اليوم المعركة شارفت على الانتهاء، إن شاء الله قاب قوسين أو أدنى سيعلن النصر النهائي على داعش. داعش انكسر في الموصل انكسارة كبيرة جدا، والأيام القليلة المقبلة ستشهد إن شاء الله النصر العظيم بذلك. محافظة نينوى ومدينة الموصل عانت الكثير من ظلم داعش، وخلال هذه الأيام سيزول هذا الظلم، ولكن الإزالة عن هذا الستار كلفت المدينة الكثير في البنى التحتية والأرواح، وفقدنا الكثير من المواطنين في محافظة نينوى. نعم، كما تفضلت شيخ عهد، النصر العسكري على الأرض تم أو لم يبقى له إلا القليل، لكن هناك دمار على الأرض أيضا، دمار في البنى التحتية ودمار في العنصر البشري والترابط الاجتماعي. بعد كل هذا هل يمكن للموصل أن تعود كما كانت قبل؟ المعروف عن أهالي الموصل ناس منظمين، ناس مرتبين. الجانب الأيسر كان انموذجا على إعادة الحياة الطبيعية إلى المحافظة. الجهود التي بذلت وقدمت في الجانب الأيسر هي جهود ذاتية أهلية من قبل المواطنين، لم يكن للحكومة المركزية ولا الحكومة المحلية الفضل بذلك، إنما الأهالي أعادوا الجانب الأيسر إلى بريق عهده وسابق عهده، ليس كما كان في السابق ولكن بعض الشر أهون. أما الدمار الحاصل في الجانب الأيمن من محافظة نينوى ومدينة الموصل تحديدا، عانى الكثير وأصبحت مناطق شبه بالكامل شبه معدومة. هذا سيجعل من المواطنين في مدينة الموصل غير قادرين على إعادة الحياة الطبيعية إلى الجانب الأيمن. اليوم هنا نقول للحكومة المركزية، نقول للحكومة المحلية، للمنظمات الدولية، للدول المشرفة على العملية السياسية في العراق، اليوم الموصل تحتاج إلى إعادة تأهيل كامل وإعادة تخطيط لمناطق بالكامل محيت وأحياء بالكامل هدمت، وهذا لا تستطيع الأهالي بالجهود الذاتية المتوفرة إعادة الحياة الطبيعية إلى هذا الجانب. يعني شيخ عهد، هل برأيك أن بإمكان العراق إعادة إعمار هذا الدمار الحاصل؟ يعني المدينة، يعني الجانب الأيمن أصبح منكوبا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. ماذا سيكون مصير النازحين بعد مرحلة ما بعد داعش؟ هل العراق قادر على إعادتهم وإعادة البنى التحتية والخدمات إليهم؟ في الحقيقة نحن لا نفقد الأمل، ولكن الأمل ضعيف جدا لكون الفساد الموجود في الحكومة المركزية في بعض المفاصل قد نخر بالجسد العراقي. المبالغ المخصصة لإعمار المناطق المحررة كبيرة جدا، ولكن كيفية إدارة هذه الأموال وكيفية التخطيط لإيصال هذه الأموال إلى مستحقيها وتنفيذ المشاريع على أرض الواقع هو ما نتخوف منه حقيقة. الفساد برأيي هو داعش آخر ينخر بالجسد العراقي، لا يمكن أن نتغاضى عن هذه النقطة. إذا لم يتم تركيز على محاربة الفساد في إعادة الإعمار سيكون إعمار، أما إذا في وجود الوضع الحالي أنا شخصيا غير متفائل بالجهود المبذولة بذلك. نعم، الشيخ عهد الخالدي أحد وجهاء عشائر الموصل، كنت معنا من أربيل، نشكرك شكرا جزيلا.